تحدث أريد زيادة أن بلاتفورم أن فورم دو شين دو سوليداريتي باش لاسوسيسيون تلقى أون أودونس تلقى شكون تتواجه كو سوسوا لي سوسيتي بريفي لي زورغانيزم بوبليك لي فولونتير سا سرا أون بلاتفورم كون ملول موجودين فيها جمعية بارتنير نتاعنا كيما تشوفوهم هنايا ومن بعد على رجلي سا بو سو ديفلوبي وتولي أون بلو كروند بلاتفورم برعاية أريدو وإن شاء الله نجمو نكونو ديما نعاونو جمعية هذوما كما عندك جمعية خيرية تفكر تناضل وتتحرك في المجتمع المدني عندك أفكار تأمن بها ومشاريع تحب توصلها تشد صحيح باش تقنع بها الناس تمولها وتعرف بها ويتعدى الوقت وتطويل ثنية من شراء أخرى آلاف الناس على الانترنت يتفرجوا يبرتجيوا ويلايكيوا لايك ورا لايك آلاف للايك كل يوم على اليمين وعلى اليسار اش قولكم توا في عالم يأمن بأفكارك يمد يدو لمشروعك يتلهى بيه يعرف بيه ويحبب فيه الناس يلملوا آلاف للايك يزينهم ويبدلهم ويردهم ديزاكت ديزاكت سيتوين ينفعوا مشروعك ينميوه يشهروه ويطلعوه لفوق هكاكا مشروعك يعمل جوانا يثمر ويعطي خيره إذا جمعيتك عندها مشروع سجلوا على موقع act.uridu.tn عمر الفورمولير وخلي فكرتك تعيش مع أريدو Act with likes Act with Uridu. بالنسبة لمعنى الكاتيجوري معنى هي با دو ليميتاسيون كما قلت هي في فيلم في الاول احنا عندنا العمل الاجتماعي بالطبيعه لكن فما العمل الثقافي العمل الرياضي كلهم مفتوحين في اطار برنامج Act with Uridu. يعني ما فماش ريستريكسيون بور لو ترافاي سوسيال ولا كاريتاتيف دونك الاختيار يبقى على حسب لوريجيناليتي دو بروجي لو نومبر دو سوتيان كي با ريكولتي وبالطبيعه معناتها الجديه نتاعو ولامبليمونتابيليتي نتاعو احنا علاش عملنا اكت وي دوريدو خاطر احنا نتعرف يجيونا جمعيات الكل ما نجموش نراضيو كل الطلبات نحاولوا باش نوفقوا معناها مستحيل معناها باش نوفقوا الطلبات الكل وتعرفوا الكونتكست الحالي صعيب والناس الكل نعاونوا في بعضنا ولهذا نو سوم اكزيجون عندنا دي كريتير دو كاليتي والمرحله الثانيه قلنا نعطيو الفرصه للناس باش هما يختاروا المشروع دونك الوقت الحاضر كنا ندعموا بعض الجمعيات واليوم مع اكت وي بوليدو نحبوا تكون قاعده اون بلاتفورم للجمعيات ونستدعوا الناس الكل باش احنا ولا غيرنا احنا معناتها نلتزموا باش نعينوهم ونجموا نفتحوا المجال للمؤسسات الاخرى باش يعاونوا باش نعاونوا الجمعيات الكل. الكونكور يبدا اليوم معناتها اليوم في يتحدى السيت www.act.uridu.tn باش نجم لي اسوسيسيون تحط الديلي نتاع سوميسيون المشاريع يقعد السيت محلول من 18 فيفري اليوم حتى ل 12 مارس. وبعد تسكر ما عادش عندك الحق تحط مشروع من 12 مارس ل 20 مارس للفوت العباد تصوت للمشروع ومن بعد نهار 24 مارس نقوموا بالاعلان على الفيس عرفنا خمسة ولا ستة مشاريع في الفيلم القصير هذايا لكن فهم عدد كبير ايفيدامون المجالات الكبيرة المهمة معناتها بالطبيعة هو المجال الأولاني هو المجال الاجتماعي الخيري المجال الثاني هو المجال الثقافي المجال الثالث هو المجال الرياضي والمجال الرابع هو المجال الاقتصادي ومجال المؤسسة هذوما المجالات الأربعة المهمين بالنسبة لنا احنا بالطبيعة في هذايا الكل فما معناتها قاسم مشترك اللي هو النهوض بالجهات الداخليه والمحرومه هذا مهم جدا بالاضافه الى استعمال التكنولوجيات الحديثه في مختلف المشاريع هذا كذلك نشجعوا عليه ونعاونوا عليه هذوما قواسم مشتركه